GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في درس جديد من دروس ترجمة تدريبات موقع فيديو كوبايلوت الخاصة والحصرية في gfxacademy.net. كلام النهاردة عن درس بسيط قوي وسهل قوي، هو ازاي ان انا اعمل مورفينج او ان انا احول لقطة لفيلم قديم. ليها كذا طريقة وليها 50 تكنيك تشتغل بيه، لكن هنتكلم عليها هنا بطريقتين وانت حر اختار اللي انت محتاجه. هاخد كليب، وليكن كليب زي ده كده. طبعا هو اصلا اساسا هو باين ان هو قديم. ناخد حاجة احدث منه شوية. ناخد الكليب ده، تمام. طبعا كليب موجود في على الموقع، هو ده البروجكت فايل بتاع التدريب تاني، لكن انا استخدمته يعني علشان التدريب دوت كان فيه كليب مش حلو. يعني عشان نعمل او نحول الكليب ده لمشهد فيديو قديم، هو مديلك في الموقع نفسه او في بروجكت فايلز مديلك الفوتج دي او المقطوعة دي. خلاص دي زي الكاميرا 8 ملي اللي هي بتاعت الافلام القديمة خالص. ممكن تاخدها تحطها فوق الكليب ده بالمنظر ده كده. ممكن نعمل كنترول الت اف عشان يعمل فيت للكومب. كل اللي عليك تعمله انك انت هتقوم جاي رايح للمود نورمال، تقول له مالتي بلاي بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طيب هل الموضوع على كده وبس وانتهى؟ هو في الدرس الاصلي عمل ماسك وعمل بلر والكلام ده كله، لكن انا مش هعمل الماسك ولا هعمل البلر باعتبار ان هو مش محتاج كلام ومش محتاج مفهوش ادفانسد تكنيكس. يعني اللي انا عايز اعمله قبل اصلا ما اعمله تيرن اوف او ان انا احط الفوتج دي، تعالوا نبص شويه للفوتج نفسها. اولا الفوتج فيها جرين في الفوتج الاصليه بتاعت التدريب. طيب تعالوا نعالج العيب ده اللي هو عيب الجرين اللي موجود هنا. هنروح على البلاد ونيجي لإفكتس. في إفكت حلو قوي اسمه ريموف جرين. لو ضغطت على ريموف جرين وحطيته كده، طبعا هو بيعمل لك شاشة بريفيو او بيعمل لك بريفيو للشكل النهائي. طبعا هو موضوع البريفيو ده بيوفر لك حاجات كتيرة جدا، انك انت ما تعملش ريندر كتير قوي او ما يعملكش ريندر في وقت طويل قوي. ان طبعا لو عمل الريموف جرين ده على كل الفوتج هياخد وقت طويل في عمليه الريندر. النويز ريدكشن سيتنجز فيه هنا واحد، ممكن يعني انا مش عايزه واحد كده بلر ناعم قوي، ممكن اقول له مثلا ولتكن 3 من 10، ممكن 4 من 10، يعني اطلع بيها لحد ما تلاقي نتيجه. طبعا الباسز دي بتتحكم في الكواليتي، يعني انا لو عليت الباس ده خليته 5 تبقى الكواليتي اعلى، لكن انا مش عايز كل ده اصلا، يعني المثال ما هواش يستاهل. او نخلي الباص 1 ونرفع النويز ريدكشن نخليها 1 فتبقى في المعقول بالشكل اللي احنا شايفينه. مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان ما ناخدش وقت اطول، لكن انا عايز الفيو مود هيبقى الفاينل اوتبوت بالمنظر ده كده. طبعا قبل بعد اعتقد في فرق بين الاثنين. نرجع، لو رجعنا دي هنلاقي ان الصورة فيها او كلير بشكل كافي بالمنظر ده كده. طيب لو انا عايز اعمل انا ما عنديش ده، انا ما عنديش الفوتج دي، ممكن اشيل ده كده اروح بقى للفوتج الاصلية. تعالوا الاول نحط لير نيو سوليد، وتعالوا نخلي السوليد دي ميد جراي او اللي هو الميد جراي اللي هو 50% جراي، اللي هو 128 128 128 او 130 130 130 اللي هو في الحته دي. هعمل اوكي تمام بالمنظر ده كده، وهضغط تي واخلي الاوباست بتاعها مثلا بتاع 50% 20% حاجه خفيفه. والبلند مود ممكن اعمله
اوفرلاي. طبعا انا هعلي الاوباستي شويه، هنلاقي كده في اضاءه صغيره، او ممكن نخلي هارد لايت سوفت لايت، يعني انا عايز يبقى فيه فرق اضاءه. لا لايتنج كتير قوي، سكرين مش هتنفع. لا تنفع، او مش عايزها سكرين، خليها مالتي بلاي. مالتي بلاي كويسه، بس على اوباستي صور. حتى مالتي بلاي مش كويسه. انا عايز ادي، انتوا عارفين انتوا البلينك اللي كان بيحصل، ايوه هي دي كده، بس عشان اطفي النور بتاع الشمس ده، وقلل الاوباستي حبه، تبقى الاضاءه بالشكل ده كده. او طب نجرب كولر، نجرب كولر. بعد كده تعالوا نعمل على السوليد نفسها، على الاوباستي بتاعها. طبعا هو اقصى حاجه 11. خلاص هعمل الت كليك واقول له ويجل، تمام، واحط مثلا 5، ومثلا اعملها 30، ونجرب كده نشوف تاني. اعتقد 5 دي هتزيد تبقى 50. انا عايز ادي نفس اللوك بتاع بتاع بالظبط، بتاع اللوك بالظبط، واروح هنا اقول له هيو ساتوريشن، بحيث ان انا اعمل دي ساتوريت للفيديو نفسه، مش قوي، تمام، بحيث ان اعمل دي ساتوريت للفيديو نفسه. طبعا انا بس عايز اعمل اضغط تي و او اضغط يو، اوقف بس الاكسبريشن مؤقتا، واعلي الاوباس دي ل 30 ولا حاجه، واشغل الاكسبريشن تاني. تمام، بحيث يبقى فيه بلينك برضو كده زي الشكل الاولاني. بعد كده هروح على layer new adjustment layer، واحط بقى على adjustment layer دي ممكن نحط عليها ممكن curves، تمام، بحيث ان انا اروح على الريد مثلا واعلي الريد شويه، اروح على الجرين ارفع الجرين، او ارفع الجرين سنه واجيبه في الشادوز سنه تحت كده. البلو بقى اللي هيتحكم في الجو كله، لو رفعت فوق هاخد لوك، لو نزلت تحت هاخد لوك تاني. ده بالنسبه للكيرفز. نيجي بعد كده للليفلز. خلاص ابدا ان انا اتحكم في الاوفر لوك بتاع الشوت، ماشي، حاجه بالمنظر او بالشكل. طبعا احنا بنظبطها يدوي. عندك تحت هنا الهيو ساتوريشن بتاع الفيديو الاصلي. خلاص ممكن اعمل كلرايز، ممكن اعمل كلرايز واشتغل احط الكلر اللي انا عايزه بالشكل ده. في بعد كده حاجه اخيره، ان انا هحط على الادجستمنت لاير دي هحط جرين. المره دي مش ريموف، المره دي اد جرين. مفيش فيلم بيبقى بالنظافه دي، لكن الفوتج نفسها انا ما كنتش عايز فيها الجرين علشان اعرف اشتغل عليها وانا مرتاح. هقول له اد جرين، بحيث يحط لي الجرين بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا ممكن الانتنسيتي اقللها شويه، لا نص، ممكن اخليها 8 من 10. وبعد كده بدل الفيوينج مود ما هو بريفيو، هقول له فاينل اوتبوت، بحيث ابقى انا كده اديته السينيماتيك لوك بتاعه. تعالوا نسمي دي فيلم لوك،
انا كتبتها غلط خالص. فيلم لوك، وتعالوا نحط ادجستمنت لاير ثانيه ونسميها فيلم جلو. على الفيلم جلو ممكن احط بوكس بلر، بحيث ان هو يدي بوكس بلر او فاست بلر يعني اي حاجه تعجبك، بحيث ان هو يديني هنشوف دلوقتي هيدي جلو شكله حلو قوي. لو رفعت البلر ده خليته 12 مثلا، طبعا كبير قوي 12، لو رفعته خليته مثلا 5 وريبيت ايدج بيكسلز عشان اضمن ان الحواف مظبوطه، وقلبت البلند مود لاوفرلاي، خدت اللوك بتاع السينما فعلا زي ما هو موجود في الافلام انت بتشوف. طبعا الاتريشن لو علتها شويه خلاص هيظبط البلر قرب الايدجز بتاعه الكالرز اللي في الصوره. ارجعها واحد عشان برضو تبقوا شفتوها، هخليه 3، خليه 5، بحيث ان احنا ناخد السينماتيك لوك ده زي ما انت شايف الابيض فيه جلو، مدي شكل طبيعي للفيلم. ده بالنسبه لتحويل مشهد لمشهد قديم بالطريقه اليدويه وبالطريقه العاديه. فاضل بس حاجه عايز معلش اتكلم عليها، هضغط يو، هشيل الاكسبريشن وهخلي دي توصل ل 60% على الاقل، علشان انا عايز اشوف نتيجه الويجلينج بتاعها شكله عامل ازاي، او ادى اللي انا عايزه ولا ما ادهوش، او بالسرعه الكافيه ولا لا. اعتقد ان الاوباستي هتزيد ل 80، زيرو تاني. انا متهيألي كده تمام ومفيش اي مشاكل. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.